الذي جاء فيه في الاعتقال. الكاميرا اجتماع خليهم يدخلوا. خليهم تصلنا. من موقعنا كمناضلين حقوقيين ندين هذا الإنزال، نعتبره لاعب بالنار. هذا الوضع، هذا الإنزال من شأنه أن يحدث انفلاتا لن يحسب له أحد العواقب. قلت خصوص المعطى للآن أمامنا اختطاف مناضل فاعل في المجتمع ديال مدينة ديال زيو، الظروف والملابسات اللي جابت هذا الاعتقال بدأت من البارح. كان مقر الاتحاد المحلي ليلة البارحة محاصر